ناخد ربطة صغيرة تكون طازة. ليش انت عندك اطيب كفته واطيب مؤونه صراحه يعني كلتها بحياتي؟ شو السر؟ بدك تقول لي اياها. هي السر قبل كل شيء نفسي. نفسيه؟ نفسيه قبل كل شيء. وقت انت بتبيع سموك بطريقه انت طالعه من قلبك بتطلع الشغله طيبه. غير هيك ابدا. هيك حاج والله هيك اللي بتلعب الدور. ما يعني انت ما بنسى ما بنسى بيبيعوا الشغله وما بتطلع من قلبه. يعني شغله نفسيه. بالاخص اذا سموك بيقول لك اعطيني من هون بيعطيه شغلة منها طالعة من قلبه لأنه هو منه ريد وياه. أيوة. ريد يغشه. فأنا اسمه وين ما بيقول لي إذا مثلا بدي أخذ بها الكلمة إذا بيقول لي أعطيني نص ويد مفهوم منه دور له المدير بفرم له نص ويد مفهوم. خلص. هذا كل شيء. ما شاء الله عليك يا عادل. تلوين على كرفس. لون؟ لون طعام يعني؟ صحي؟ إيه هذا من شو مصنوع يا حاج؟ من الكرز. كرز الطبيعي العادي؟ والله هيدي الغالية خليها رخيصة الضريبة تبعي. طيب يا حاج هذا منين بدنا نجيبه إذا نحن بدنا نجيبه لبيوتنا؟ من قرى. أها. من قرى سوق الأمل. تمام. نحط لوز؟ لوز لشو؟ للمقانة ولا البرجر؟ للمقانة لازم كسر. بطيبة؟ أوه إن شاء الله. لكن حط لكن. أول مرة والله بسمع اللوز بينحط للمقانة. بديل عن السنوبر. هذا طحين اللوز. ليش حاج؟ هذا سميد. هذا اسمي حاج عم بتغشني انت هلا قلت لي لوز هذا اللوز اها انا فكرته هداك بديل السنوبر حاج ليش السنوبر احسن؟ السنوبر احسن بس غولي لهالوقت هذا احسن صار ايه تمام لك صح احسن للجيبه السنوبر صار حلو والله صار حلو والله انا فكرت اول شيء هداك كان اللوز لانه هذا اللوز شكله لوز مطحون عم طلع له والله بده يحط لنا لوز سنوبري تمام أيوة. والله أول مرة بشوف أنا هيك شيء. وهول البرجر ما شاء الله شايفين لونهم لأنه حط له لون الكرز لون الكرز الطبيعي فملون طعام طبيعي ما شاء الله الله يبارك كتير بحب أخذ البرجر هيك قدام عيني يكون معمول ما يكون جاهز بعرف حالي شو أخذ لعائلتي لأولادي للجو الناس عند الصبح كل مين رايح على شغله يلي رايحة تجيب اغراض الطبخة من الخضرجي
هذا المقطع هدية مني أنا لحبايب قلبنا يلي بالغربة يلي مشتاقين للبنان. حاليا هذا جو لبنان. بيزوج شيء بنط الكيس؟ ايوه انا هذا كله هذا ما بيزوج ما بيطلع بره هذا بيزوج هون بس برا لا هلا حط لهم كيس ثاني حاج حط لك لهم كيسين ايه عم نشوف لانه بدي احطهم بالبراد معي بغض السيجاره ما يطلع فكرتك الحمد لله جايبين معنا براد هلا بتشوف البراد يلي بالسياره يلي جبناه نفسه من الاوتلت سيد خاي شو بينفع بهيك اشياء بهيك اوقات ايه ما في ورانا حدا ما بنستعجل ما بنقول يي تاخرنا يي اللحمه هلا بتطلع ريحتها وهلا ما ادري شو لك هالفرن ما اجمله يا هيدي والله عم فكر جيب واحد مثله كل مره بشوف واحد مثله بقول عم فكر جيب واحد مثله شو هالشوارع القديمه اليوم عم كزدركم معي بمنطقة المينا ليكو هالبيوت عندك منارة في الجامعة علينا احدى جامعة اها شفتي المنارة؟ ايه هذا بياع السحلب بالشتوية سحلب ومهلبية مع السمون يا سلام ما طيب الا بالشتوية ايه عن جد سبحان الله على فكرة نحن صفين السيارة شوي بعيد لأنه بالمناطق اللي فرجيناكم جوا ما كان في صفي ليكو لأنه منطقة المينا هون فبتحصل الشخاتير وين ما كان للتصليح بيطلعوا الشختورة من البحر وبيصلحوها هون ليه سموها شختورة؟ ما بعرف ليه سموها شختورة؟ ما بعرف والله لأنها على شكل الشختورة جواب مقنع جواب بأفحم لو تعرفوا وين صفين السيارة لو تعرفوا قد ايه بدنا نمشي هذا البراد هذا البراد خاي بيسوى تقلو اوه سقف بارد ما هي لو تعرفوا هالتنهيدة يلي تنهد هيدي اخ تنهد تنهيدة هلكت على المشي ما هيك؟ ايه والله مشينا ليكو هاي الحديقة اللي صورها الحديقة بكذا شارع هونيك كان اللحام فوالله مشينا يلا منيح المشي عند الصبح انا روح قلبي المشي بس هلا بدنا مية هيدي والله عطشنا فحينا بس هالبراد بيسوى تقله يعني هلا اذا بدي اروح لسه لملم بقيه اغراضي من طرابلس معي وقت منيح ما بعتلها مية لحمات خمو والله العظيم كان اكبر هم عندي ليلى اكبر هم عندي لما توصيني على شيء لحومات يا الله لا بقدر اجيب هيك ولا بقدر احيانا اعلق بعجقة سير وخاف على اللحمه او شيء ما او الدجاج ما ينتزع هلا كثير كثير كنت انهير هلا مبردين قلبنا هلا الحمد لله خلص ما بردنا معنا ما في ابدا مشكله وهي وصلتنا على البيت حبايب قلبي اول ما وصلت مباشره قسمت اللحمات المقانق والبرجر قسمتهم كل شيء بكيس لحال وطبعا بكذا كيس يعني حسب قد ايه وجبتي انا لعائلتي وحطيتهم بالفريزر مباشره وانا وبطرابلس مرقت على سوق الخضره جبت معي كوسه وباذنجان بس شو كوسه وباذنجان غير شكل بدي بلش هلا دغري غسلهم واحفرهم وبلش بعملين الغدا وكمان جبت لحمه مفرومه
يعني ما في ألذ من الشغل باللحمة المفرومة لما بتكون جاية طازة فريش. أنا ما بحب المجمد أبدا يا جماعة، يعني شايفين لو في عندي لحام قريب على بيتي وأنا بوثق فيه ونضيف يكون، صدقوني ما بفرز شي عندي بالفريزة. فإجمالا هذا اللحام اللي شفتوه اليوم هيدا لأنه كان بعيد على بيتنا، فكنا قليل قليل جدا نروح لعنده. هلأ من بعد ما سكننا هون صار أقرب علينا، فصار قليل ما أنه نروح لعند غيره. سبحان الله شوف الدنيا كيف بتتغير. لحمته كتير طيبة وهو بالمينا، فيلا رح فوت على المطبخ بلش بعملين الغداء مباشرة. رح بلش غسيل الكوسيات والبقدنجانات وأحفرهم وبلش بتطبيق الأكلة. وهيدا الكوسة والباذنجان، قورتهم يعني حفرتهم وحشيتهم بالوقت يلي بكون أنا عم بحفر وبحشي فيه الكوسة والباذنجان، بكون حاطة طنجرة فيها مي على الغاز، طبعا بخفف النار لحتى لحق لأنه ما شاء الله بتكون الكمية كبيرة مشان ما تغلي الطنجرة وأنا لسه ما خلصت. فهلا بلشت تغلي الطنجرة بقى، بخفف النار تحتها وبلش طبق الطبخة. المي عم تغلي وعندي هون رب البندورة، رح ضيف له رب البندورة. طبعا لقلكم شغلة حبيب قلبي، انتو فيكن تفرموا بندورة تقشروها وتفرموها بندورة فريش وتضيفوها فوق المي، وفيكن تعملوا مثل ما انا عم بعمل بس مجرد رب البندورة اذا منكن من الناس اللي بتحب الصوص كتير، يعني انتو ما بتاكلوا للصوص مثلنا نحن. يعني اجملا بناخد الكوسة والباذنجان وبيضل المرق، فديعان بقول انه حط في بندورة، خلص بحط في رب البندورة وبس. صار تقريبا كل شي جاهز عنا، المرق عم يغلي والكوسة والباذنجان جاهزين لحتى يتسبحوا بقلب الطنجرة سباحة نظامية. فيلا رح بلش نزلهم. انا شايفين حجم الكوسية اللي انا مختارتها هذا الحجم، وبحشيها ثلاث ارباع اذا مبين عليكم. بسم الله. فيكن تنزلوا الباذنجان بالاول او الكوسة بالاول، بس لقلكن شغلة حبايب قلبي، قبل هلا نزلت الباذنجان قبل الكوسة، الباذنجان احترى 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 نظامي، ما بعرف شو القصة، فعم فضل اني حطهم مع بعضهم هيك بحس انه احسن. وشغلي تاني بالنسبة للحشوة، اذا عبالكم تعرفوا انا شو حشيتها، انا حكيتها قبل بس للناس اللي فايتين جديد لعندي، اذا عبالكم تعرفوا انا شو الحشوة اللي بتبعها بحشوة الكوسة والباذنجان. هلأ بعرف كل حدا له حشوته وكل حدا له طريقته، انا بحط رز مصري وبحط معهم لحمة مفرومة إن كان غنم أو عجل، طبعا كمية اللحمة حسب قد الله بيقدركم حبيب قلبي، أنتوا فيكم تحطوا تزيدوا تقللوا هذا الشيء بيرجع لكم. وبحب حط بقلب الحشوة بصلة مفرومة، فرمت شيء أربع بصلات لهي الكمية، اسم الله هي الكمية بيطلعوا 7 كيلو، فرمت لهم أربع بصلات هيك حجمهم، بس دوبتهم دوبين بهي المكنة يلي فيها شفرة وحدة بس. هيدي الفرامة حبيب قلبي حبيت فرجيكم إياها، أنا مجليتها وتركتها تنشف، فيها بس شفرة وحدة، يعني مش طبقين فوق بعض، لا بتيجي الشفرة وحدة بس، هاي بتطلع البصل في بقلبه مي، غير اللي بتيجي طبقتين من الشفرة، بتطلع البصل مفرومي كأنه فارم الإيد. فهي المكنة بستعملها، أوف، هي المكنة بستعملها لهيك استعملت، بتطلع لي البصل دي بدوب، مشان اللي ما بيحب طعمة البصل ما يحس إنه الأكل فيها بصل. هيك من طعميه البصل، من طعميهم البصل للأولاد وللكبار كمان بيني وبينكم، يعني مش بس للولاد، من طعميهم البصلات وبنعطيهم الفائدة تاع البصل يلي هني منهم سئلانين عنا، بس أنا سئلانة عن عائلتي بدي إياهم يأكلوا شي مفيد، فبدون ما ينقوا بدون ما يقولوا يي هاي الأكلة ليش فيها بصل، يي أنا مني معود أكلها بالبصل، لا هيك بتصيروا تتعودوا تاكلوا الأكلة بتحسوها طيبة بس ما بتعرفوا إذا فيها بصل ولا لا. وشغلة تاني هون ليكو شايفين هون حبيب قلبي في فليفلي، بس تعملوا كوسة وباذنجان حطوا معها قرن فليفلي، يعني إذا بقلكن بتنقلها نقلة نوعية ما بتصدقوا، بتاخد الأكلة لغير عالم، كتير بتعطيها ريحة طيبة، يعني اللي بيفوت من باب البيت بيسألكن أنتو شو عاملين أكل؟ شو هالريحة الحلوة؟ فما شاء الله الحمد لله كنت عطلاني هم الطنجرة ما تكفي، لأنه عندي هيديك الطنجرة الستلس يلي بالعادة بيعمل فيها الورق عنب، بس هي أكبر منها ما استرجت جيب هيديك، خفت أنه ما يكمل ما يكفي يا ربي. فهي قرن الفليفل اللي لكم أنا شو بعمل فيها،
بس هيك. اذا بتحبوها انتم بتحبوا تاكلوها فيكم تحشوها. على فكره انا ما بكبها، انا بشيلها وباكلها، كثير بحبها. عملت لها هول الثقبين مشان يفوت الصوص بقلبها ويتغرق ويعطينا ريحه تشرح القلب. ريحه الطبخ بالبيت عن جد ريحه البركه، ريحه خير. الحمد لله الله يديم الخير ببيوتنا. فهلا حبايب قلبي اللي انا رح اعمله، رح غطيها للطنجرة نص تغطية، رح اترك النار اول شيء عالية، ما رح خفف النار، وبس تغلي عندي بخفف النار للنص، بس بترك الغطا نص تغطية مشان ما يفور ويتليل الغاز، وبرجع لكم بعدين بعد ما يكون الاكل استوت. هي ما بتاخد كتير وقت للأمانة، يعني يا دوب نص ساعة او 35 دقيقة لعند 40 دقيقة بالكتير. فالحلو فيها انها دغري بتستوي. اي صحيح، وين رحتوا؟ استنوا لحتى اضيف الملح، بس قبل ما اضيف الملح خليني غرقوا النتفة بالصوص. ليكو هاي نسيني شيل كعبة، شفتوا كيف سقطت سهون؟ الباقيين مشيلين كعبهم، هيدي رايحة مني هيك بدون ما انتبه له. فرح اضيف الملح، حطوا ملح، بس راعوا انكم انتوا حاطين ملح بقلب الحشوة، لا تروح تطلع الأكل مالحة عندكم. فأنتوا عم بتضيفوا الملح بدكم تكونوا منتبهين. بالنهاية كمية الملح حسب الرغبة. ما شاء الله استووا وتنهنه وتنهنه كمان، الله يبارك. حط بايركسات على يمين وشمال الطنجرة. ليكو بدي اعملها هيك، بتعرفوا ديبي دوبان. شي لذيذ يعني، فعلا شي فاخر من الاخر. جربوا حطوا بصلة مفرومة بقلب الحشوة اذا كنتوا ما بتحطوا، وشوفوا الفرق، وكلوا وادعولي. عن جد منظر الكوسيات كتر ما عم بيقولوا انه نحن مستويين ومتنهنهين، هني والبادنجان. هلا عن جد حسيت بالمثل يلي بيقول عضت كوسية. هلا عرفت شو معناتها، كتر ما الكوسية دايبة دوبان، كتر ما عضت الكوسية سهلة. ما أحلاها. شو ماما؟ مبسوط مود وعم نركب له مرجوحة، قال هي للأولاد الصغار، بس والله مبينة للكبار والصغار، يعني بيني وبينكم جاي معه هذا الكتالوج. مودو عم بلملم البراغي وعم بيساعد البابا. فرجيني يا مامي. هلا هاي لنفتحها، هاي القاعدة تاعها كبيرة كبيرة. حط ايدك عليها لنشوف. شفتوا عن جد كبيرة. انا قلت مانا بس للولاد الصغار. انا وعم جيبها من الاوتلت سيد، يا الله شو بجيب غرض. على فكرة الكواليتي تاعها خرافية. انا وعم جيبها من عنده بيني وبينكم حاطة براسي طول الطريق انه انا اتمرجح فيها. هلا عم بيركب لنا اياها هادية. شايفين شو جاي معه؟ هول الاساطير بفوتوا بقلبه. بس هادي شو رايك بالكواليتي تاعها؟ لا مرتب كتير. لكن حتى تعرف انه بعرف نقي نوعيتها من برا.
ضد الصدمات يعني خفيف حتى ما توجع او تعور. قوية كتير قوية والله. والحديد كمان سميك وقوي بيحمل. تحمل والله. انا بقولي بيحملك الك. ايه بتحمل. انا وعم جيبه قال لي هادي لك لا ايه للولاد الصغار هاي. قلت له والله مبيني لا للصغار والكبار. قلت لك للولاد الكبار. قلت لي للولاد الصغار. لا للولاد الكبار من عمري ولفوق. من عمرك ولفوق. يلا منيح يعني انا لا. استثنينا انا وانت يا مودة. شفت يا مودة انا وانت قال لا تقبل. ما بنقبل انا ومودة بنعترض. كيف سهل لا. انا صراحة استغربت كيف هيك مرجوحة موجودة بهيك علبة. شفت صدقوني اول ما اخترت هادي رفض رفض قاطع. فالحمد لله مبسوطة كتير انه هلأ هو عم بيقيدني وعم بيقلي فكرتك كانت بمحلة. هدلا نركبها ليكو جاي مع اربع اساطر. اسطر هنيك واسطر هنيك واسطر هون واسطر هون. هول هن الاثنين الباقيين. جاي معه حبلة حبل السميكة السميكة كتير السميكة. وجايين هول البراغي. هول البراغي بينحطوا بين كل حديدتين من هول الاثنين. عرفتوا كيف يعني نحن بنحتاج لأربعة من هول جايين معه. هي شايفين كيف حبايب قلبي يعني برغي هون بين حديدتين وبرغي هون كمان وهوليك الاثنين أربعة. كتير متحمسة يركبها ونتمرجح فيها أنا ومودو. ساعد البابا. بطل 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 يا مامي. احلى شيء بالغرض اللي بتجي هيك من من عند الاوتلت سيد يعني نقعد نحن قبل منركبها بالبيت. كتير مننبسط نحن عم نركبها والولاد كتير بينبسطوا. شفتوا الأرض شو بيصير فيها؟ صدقوني هلا بعدني مكنسة وماسحة. يلا كله في سبيل الولاد وفرحهم وبسطهم. هيدي رابع حديدة لبسناها كلها. كانك عم تعملي الشويطة للزنار بيجمع. كأنه مغيطة وفالتة. أيوة. هلأ عم نركب هول البراغي. أيوة إذا طلعت الحبلة قصيرة يا هيدي شو بنعمل؟ تطول منين؟ شو حلو ما شاء الله. قوية قوية كتير قوية يعني بتتحمل إذا علقناها برا أحوال الطقس إن كان شمس إن كان شتاء بتتحمل ما بتنهرها. هذا تاني برغي. ركبنا أول برغي. يا جماعة بدي أقولكم على شغلة. أنا مغرومة بشي اسمه مراجيح عن جد. يعني شوفي مراجيح بالدنيا بتلفت نظري. صرت جايبه لهلا كم مرجوحة يا هيدي. مرجوحة الخيزران اللي بتجي على شكل بيضة والمرجوحة التانية تبع طقم الخيزران والطويلة يلي بينام عليها مثل هيدي يلي بتنربط من شجرة لشجرة. شفتوها كمان. هاي الرابعة. فكتير إلي مرق بالمراجيح. ما بعرف إذا أنتو مثلي. هيدا تاني برغي. وبيعرفوا انك بس تروحي على مطعم او شي حديقه فيها مرجيح بتتولدني؟ ما لا 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 ما حبيت منك يا هدو. ما انا كنت بقول لك هيك هيك مثل الولاد بتلعبي مروحه. ايه مثل الاولاد. وين المشكله اذا واحد عاش طفولته ع كبر؟ وين المشكله؟ شو اذا كبرنا يعني ما بقى نلعب هيك العاب؟ والحلو بتشجعيني يتولدن معي. ايه
ما هو انا كنت بدي اقول بعدين بلعتها انه انا بحق صحيح انه بيطلع المرجوحه بس بيلحقني هيدي. اي والله يا من شايفنا نحن واولادنا بالمرجح والزخليطات العالم بيطلعوا فينا بيقولوا هولي شو بهون عندهم جفاف طفولي فشخ لهم هلا. يا لطيف الاولاد قدام حماسين عن جد. هو بيني وبينكم القعده فيها بتشهل واحد يقعد ويتمرجح. كبيره كبيره منا صغيره يا جماعه والله كبيره خير الله. انا بقول بتحمي ايه مامي انت بتحب المرجوحه وانا بحب المرجوحه والله بتحمل شخصين ثلاثه برياحه يمكن اربعه كمان يمكن من كل زاويه اذا قعد واحد وتمرجحوا للاولاد. يلا عاد لنشوف احط تليفون احط تليفون على جنب مشان ما يخسر التليفون. بسم الله ما شدنا فوقي ها طبيعي شو الله ستر. لا ابي ينفعش ابدا يعني هي ما بتشتغل ارتمى هادي لشدة التعب. ارتمى هادي تعبت كتير ما هيك الله يعطيك ألف عافية. بدك الحياة؟ ايه بتسويهم كلهم؟ بتسوى كل المراجيح اللي جبناها؟ حتى تعرف لك والله اخ اخ لو كانت الكاميرا دايرة لما كنت عم قله يا هادي بدي هيدي المرجوحة وتسمعوا جوابه يقول لي لا ايه لا ايه صار عنا مدري كم مرجوحة. هلا اكتشفت ان المراجيح انواع والله العظيم لكن عن جد مريحة يا الله. ليكو أنا ليه حبيت لهي المرجوحة؟ لما شفت صورتها على الكرتونة تذكرت مرجوحة ببيتها لأمي الله يطول بعمرها فكتير تحمست أني أجيب منها. كانت تضل الماما تصور لي إياها فقلت بدي أجيبها. قام هيدي تطلع فيني قال لي كم مرجوحة صار عندك حاج؟ قال له هي بدي إياها. ليلى بتعرفي شو الحلو فيها؟ شو؟ أولاً ما لها فرشة فبتحس حالك جسمك بالهواء مريحة ظهرك مرتاح لا سفنج ولا هذا بس مريحة جدا صحيح. تاني شيء نايلون يعني بلاستيك قوي يعني ما بيشرب مي صح ما بيتوسخ صح بتحطيها تحت الشتي ما بيهمها ايه عرفتي كيف؟ صحيح ما ينزل فيها بينزل تاني ميل ما بيعلق فيها مزبوط. شغلة تالتة ما بتتوسخ يعني لا حلو بالشتوية الواحد يطلع بين وقت ووقت ينام عليها ويتشمس. شغلة رابعة بتحمل أربعة بدك أولاد. أنا قلت بتحمل أربعة أولاد. حطي أولاد طبعا حطي ترجحوا فيها لا زحلة ولا ضغطت لي دار ولا شيء. يلا قوم قوم إجا دوري قوم بعدين هلا بعدين قوم اتكل على الله قوم بعدين قوم إجا دوري لك ما أحلى يلا اتكل على الله قوم هات ايدك هات هات ايدك لأمك هات. السلام عليكم السلام عليكم كيفك كيف صحتك يلا قوم 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 انا مرتك يلا قوم والله احلى شيء يا مودو افندي وانا لا انا عمري ما اطلع انا خليني انا بس عم بتفرج واتحسر ليكو ليكو هيدي بشورة غطا بس يجيب حبلي او شيء هذا الجنزير حذره تبع شو تبع هيدي الام ثلاث تجران اللي منعلق عليها طنجرة على الحطب. يلا ما رجحوا لأمودو مبسوط يا مامي. واخيرا يا جماعة واخيرا اجا دوري ايه عدي انا هلا على المرجوحة وعيش حياتي والله احلى احساس الله واحد يقعد يتشمس خي فيتامين دي. اكتبوا لي هلا بالكومنتات اذا كنتوا مثلي بتحبوا المراجيح. هيدي باحتفال مرجوحتنا احتفالا بمرجوحتنا بدها كباية عصير لو كان الطقس بارد ما بيأثر فهولي عصير التوت يلي عملناهن اذا ذاكرين
لما اجت حبيبة قلبي ام حسين لعنا لهون وعملنا عصير التوت، فهول هن ليكو حتى بالشتوية طيبة. تعالوا لفرجيكم لونها. انا هاي الكباية اكبر، هي هاي الكباية رح يشربها هدو، ف رح فرجيكم لونها على اشعة الشمس. يا الله هيك عصير برمضان بيسوى تقلو الماز. لك يا ماما هاي اللعبة احلى من الملاهي بكتير. انت شو ليه قاعد هيك ليه نايم هيك؟ شوفي ليه ليك رح افوت لك ما احلى. هاي لك الملاهي اللي بدور هيك مثل مدينة الملاهي.